السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوان واخوات متابعي قناه تربيه المعز، معكم اخوكم عبد الحميد، تحياتي لكم جميعا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في الف صحه جيده ان شاء الله. واليوم ان شاء الله راه في طريق الفيرما الاخرى والمزرعه الاخرى، كان غيودي ان شاء الله المعز، نتمنى يوصل ان شاء الله المعز بخير. نهارهم دابا دار الراس ما خصنيش نتمشى بهم بزاف، خصهم يمشيو غير بلاتي عليهم شويه بشويه بشويه باش يوصلوا بخير وعلى خير، باش حتى وحده ما يضيع لها جدي ولا يموت لها جدي. نتمنى ينال عجبكم الفيديو ان شاء الله، تابعوا الفيديو. كما كتشوفوا الاخوان راني حبس بهم هنا في هذه البلاصه باش ياكلوا شويه مع غادي بهم مع الصباح، باقي فيهم الجوع دابا غيبرزطوني مع الطريق فيها الزيتون وفيها اللوز، راني حبس بهم هنا شويه باش ياكلوا شويه باش يشبعوا. باش يسقدوا ليا في الطريق مزيان ان شاء الله. اليوم ان شاء الله رايكم مختلف على النهار الاخر، اليوم الرحيل كون شويه صعيب، علاش المعز دارين قراب يولدو خصني نمشي عليهم عف شويه، وكاين الزيتون واللوز في الطريق، في الجناب ديال الطريق كاين الزيتون واللوز، راه جاي مع واحد غيعاوني، ما يكون شويه صعيب اليوم الرحيل. تبارك الله المعز كما كتشوفوا راه جاي تابعني دابا، هنا ماشي مشكل، المشكل هو فاش هاد واحد البلاصه فيها الزيتون مغروس بزاف واللوز، تما لي غادي ودابا غادي معاهم مع الصباح مازال ما واكلينش، تما غيبرزطوني شويه، واني ماشي مشكل، راه جاي مع واحد الاسباني تا هو جاي من اللور، يكون جاي مع المعز يعاوني عليهم ان شاء الله. المعز راه جاي ما شاء الله من ولد العجاجة، دابا الطرق ضيقة وكاين الزيتون واللوز، كما كيما كتشوفو الإخوان راه الزيتون واللوز، ناكلو كاع الزيتون ديال عباد الله. مالي اخوان كما كتشوفوا راه هي المعز جاي تابعني، راني غادي راح نبيعهم ان شاء الله، ومنوضين العجاجه. اليوم راه الرحيل مختلف على ديك النهار، ديك النهار راه داز مزيان وغير بوحدي، اليوم راه حنا ثلاثه الناس وغالب علينا المعز، علاش كاين الزيتون بزاف واللوز والمعز هو جيعان مع الصباح ما واكلينش. دابا راه ما خصهمش يجريو مع غيولدو ان شاء الله، راهم ضارات ما خصهمش يجريو بزاف باش ما يضيعش ليهم الجديان. نتوما الاخوان كما كتشوفو راه الجو مختلف تماما على البلاصة فين كنت، هنا راه كاين ما يتشاف، كاين الجبال هنا ديال تركال ديال الواجهة اللي كتشوف له، كاين الواجهة الأخرى فين البلاصة فين كنت في الصيف. هنا راه كاين الزيتون بزاف، هادشي اللي كيبان راه أشجار الزيتون هي اللي شادة على الجبل، وكاين هدا ديال القرية ديالنا شادة على الجبل إن شاء الله، فيها جو رائع، المنظر جميل. ورا
كاين اراضي زراعيه حتى هي في هذه البلاصه. البلاصه راه فيها الهضاب بزاف، والمعزه هو كما كتشوفوا راه جاي، راه سخفاني ضربوا الطريق شي 10 كيلومتر، حبست معاهم شي جمرات. هاد المشي بزاف مع الحمل راه ماشي مزيان ليهم، تتمشى عليهم شويه بشويه. كلبا لونا مع لايكا هما جاو معايا حتى هما ساعدوني شويه، خرج معايا واحد الاسباني اليوم صيفطو معاه مشي معايا، جاوني ما كاين تماك الزيتون، والزيتون واللوز بزاف الشجر على جنب الطريق، جاي معاوني كنا غادي قدام هو جاي من الله. جيت هنا نجي قرب هنا بعدا الخدمه تكون حدايا بس السكنه، كنت انا مرتاح من هاد الناحيه حدا الوليدات. طال خير الزيتون هنا موجود، صاحب الشويه تيلحق داك اللي جاي مساعدني معاوني على المعز وباقي اللور. كما الاخوان كما كتشوفوا راه وصلنا في امان الله وحفظه، المعز حتى وحده ما بقات ليا، اللور حتى شي وحده ما عيات في الطريق، كلشي وصل مزيان. وكما كتشوفوا هاد الارض هادي راه كنا دايرين فيها الدرا تنحشوها تنعطيوها الخيل والعجوله خضراء، وماما الناس ياكلوا شي حاجه. كانوا حتى العاودات اللي غيولدوا راه كنا طالقينهم هنايا ودايرين لهم واحد هذيك السين اللي كتشوفوا، الراعي الكتريك الراعي الكهربائي هذاك. الحمد لله من جيت بعدا لهنا قربت للدار، وهنا غتم مرحلة الولادة غتم هنايا في هاد البلاصة هادي اللي كتشوفو. هنقلك تما الاخوان كما كتشوفوا راه وصلنا بخير وعلى خير الحمد لله. وفين غاد ان شاء الله المعز غيبقى دابا يدوز واحد 7 شهور ان شاء الله باذن الله، ندوزو هنا فصل الشتاء وفصل الرابع تا هو ندوزو من واحد وتا شهر 5 ان شاء الله ديال العام الجاي. ما شاء الله راه هنايا فين كاين الكوري كما كتشوفوا، هما ندخلهم دابا ما راه عارفين ما شاء الله، راه خليتهم دوزتهم لواحد البلاصه حدا البلاصه فين كاين موشي، كاينه تما الفاصه وكاينه كاين الرعاه تما كاين الخير موجود، راهم شبعوا مع راسهم مزيان. الناس فاش يكون شبعان تيكون فيه منظر جميل ما شاء الله.
خويا الاخوات، نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله، يعجب جميع المتتبعين والمشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله، ونتشوفوا ان شاء الله بحول الله في فيديو جديد.